السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة ليوليو. في حلقة النهاردة هنشرح أفضل تطبيق لزيادة تفاعل المنشورات على الفيسبوك، بمعنى زيادة عدد لايكات البوستات في الفيسبوك. التطبيق شامل كل النقاط الموجود في الفيسبوك، وفي ميزة جميلة جدا بدون ما تجمع نقاط ولا أي شيء. وكمان لو حابب تزود لايكات أو نقاط على التعليقات عندك في الفيسبوك، موضوعنا النهاردة هيبقى عن زيادة لايكات على بوستات الفيسبوك. وبإذن الله الحلقة الجاية نشرح إزاي نزود تفاعل أو ريكات على التعليقات عندنا في الفيسبوك. تابع معايا الشرح، بس ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة وشير للفيديو علشان غيرك يستفيد. قبل ما نبدأ الشرح لازم يكون معاك إيميل وهمي، بمعنى اي حساب فيسبوك اخر انت مش مهتم بيه، يعني لو اتحذف او تعطل في اي وقت ما يكونش فيه ضرر عليك. طيب نفترض انك مش عندك حساب فيسبوك تاني، هتروح على الفيديو ده هتلاقي الرابط في الوصف. بتكلم في الفيديو ده وبشرح كيفية انشاء حساب فيسبوك بدون رقم تليفون وبدون بريد الكتروني وبدون ما يتعطل منك نهائي. هتعمل حساب فيسبوك بهذا الخطوات اللي هتشوفها في الفيديو، وبعد كده هتسجل بالحساب ده على تطبيق زيادة لايكات بوستات الفيسبوك. ما تستخدمش حسابك الرئيسي في التطبيق. بعد ما عملنا حساب فيسبوك اخر وهمي هنبدأ نروح على التطبيق ده، هتلاقي لينك التحميل في اول تعليق مثبت، وكمان فيديو شرح طريقة التحميل من الموقع. اول حاجة هنروح على الاكونت الشخصي علشان نبدأ نعمل بوست. طبعا لو انت قافل الاكونت الشخصي بالشكل ده كده لازم تعمل الغاء قفل الملف الشخصي بالشكل ده كده، ونضغط على الغاء قفل الملف الشخصي وهندوس هنا موافق. لازم يبقى معاك الملف الشخصي بالشكل ده كده، وهنجرب بقى نكتب بوست او نضيف صورة اللي يعجبك. انا هضيف صورة، علشان نضيف عليها اللايكات ضفت الصورة دي. وطبعا لو حابب اكتب على الصورة عادي جدا، وبعد كده هدوس على نشر، هتبقى معانا بالشكل ده كده. بس هنا في ملحوظة، هنا الصورة للأصدقاء فقط، يعني اللي يشوف الصورة دي لازم يكون صديق عندي على الأكونت. فده طبعا ما ينفعش انك تزود لايكات على الصورة لو انت عامل البوستات للأصدقاء فقط، لازم تخليها العامة. عشان نتأكد ان البوست للأصدقاء او للعامة هنضغط على الثلاث شرط اللي فوق دول اللي جنب البوست، وبعد كده هنضغط على تغيير الجمهور المخصص، وبعد كده هنختار العامة اللي هي أول واحدة وهندوس حفظ. هيبقى معانا بالشكل ده كده. لو حابب تزود أي تفاعلات أو أي ريكوست على أي بوست لازم تتأكد الأول إن البوست للعامة بالشكل ده كده. طبعا بيظهر لك العامة او الاصدقاء او الاصدقاء باستثناء او انا فقط، انت بتختار اول واحدة اللي هي العامة. وبكده هيأنا الاكاونت علشان نزود التفاعل على البوستات. هنفتح التطبيق بقى اللي هنزود من خلاله التفاعل على البوستات. هيبقى معانا التطبيق بالشكل ده كده، هيفتح معاك بالشكل ده كده. هنا بقى هنسجل بالحساب الوهمي اللي احنا عاملينه، هنكتب البريد وبعد كده هنكتب الباسورد. ملحوظة، ما تسجلش بحسابك الاساسي، لازم تسجل بحساب فيسبوك وهمي. وبعد كده هنضغط على تسجيل الدخول، هيفتح معانا التطبيق بالشكل ده كده. بعد ما سجلنا حساب الفيسبوك الوهمي هنضغط على كلمة لايكر بانل،
هيبقى معانا بالشكل ده كده. طبعا ظهر لنا مربع، ومن تحت المربع هتلاقي رقاط الفيسبوك. هنروح طبعا على الفيسبوك وهنبدأ نجيب رابط البوست، نعمل هنا ريفريش وهنبدأ نجيب رابط البوست أو الصورة أو أي رابط تاني من أي صفحة أو أي أكاونت. هندوس على نسخ الرابط وهنروح على التطبيق وهنضيف رابط البوست بالشكل ده كده. ومن تحت طبعا انت بتختار الرقاط اللي انت عاوزه، انا طبعا اختار اللاف. وبعد كده هنضغط على المربع، انا لست برنامج روبوت، وهنضغط على برنامج سب مايت وهيفضل يحمل معانا. طبعا النت عندي ضعيف، هو اصلا ما بياخدش وقت. وبكده اضاف معانا الرقاط على البوست او الصورة اللي احنا اخترناها. هنروح على الفيسبوك علشان نتأكد، هنعمل ريفريش للصفحة وهننزل زي ما انتم ما شايفين، هيبقى معاك بالشكل ده كده. طبعا علشان نزود تاني بنضغط على لايكر بانل، وبعد كده بننزل. لازم تستنى بعد ربع ساعة، بعد 15 دقيقة علشان تعمل الخطوات دي تاني. وفي الحلقة الجاية بإذن الله هنشرح ازاي تزود رقعت على تعليقاتك على الفيسبوك. وبكده تكون حلقتنا خلصت. ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.